صباح الخير وصباح النور وصباح الجمال في لمة الأسبوع ده، والنهاردة إن شاء الله بيشاركني في التقديم أستاذة نور. صباح النور. صباح النور دكتور محمد، ويا رب النهاردة الحلقة تنال إعجاب مشاهدينا ونعمل حلقة كويسة بإذن الله. إن شاء الله حلقة السبت النهاردة فيها أخبار كتيرة ومميزة، ونبتدي بأول خبر إن شاء الله مع أستاذة نور. إيران ترفض اتهامات أمريكا لها بأن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان. ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية صورا ومقطع فيديو لعناصر من الحرس الثوري الإيراني وهم يقوموا بنزع لغم بحري من مكان الهجمات في خليج عمان. الخبر الثاني معنا، وزارة التأمينات والمعاشات بتعلن إن شاء الله عن الزيادة اللي كان أعلن عنها السيد الرئيس في شهر مارس الماضي، والزيادة هتبقى الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيه والحد الأقصى 832.5 إن شاء الله، ودي احد خطوات اللي هي تخفيف العبء الخطوات الاصلاح الاقتصادي على الاقل تضررا والاكثر فقرا في المجتمع. الخبر اللي بعد كده ان شاء الله، سوف تتم مناقشه مشروع قانون الايجارات القديمه لغير السكن في مجلس الشعب من 22 الى 24 يونيو الجاري لاقرار مشروع قانون ينظم الايجارات القديمه لغير السكن قبل بدايه يوليو القادم. وان شاء الله يكون معانا مداخله هاتفيه بخصوص مناقشه موضوع الإيجارات القديمة وقانون اللي بيتعرض حاليا لمجلس الشعب ونقشتها بإذن الله. ومعنا خبر تاني بيتكلم عن تحديد الولايات المتحدة أو الخارجية الأمريكية بما يحدث في السودان الشقيق، وكان صرح أحد المسؤولين في المجلس العسكري اللي بيحكم السودان في الحكم الانتقالي الحالي إن كان في محاولة للانقلاب على المجلس العسكري، وربنا يحفظ السودان ويحفظ كل المنطقة العربية يا رب. خبر اللي بعد كده ان شاء الله، قال الفريق مهاب مميش رئيس المنطقه الاقتصاديه وهيئه قناه السويس انه في الفتره السابقه عملنا بسياسه تسويقيه مرنه لجذب اكبر عدد من السفن التي تمر بالقناه، مؤكدا ان القناه اصبحت اسرع واكثر قدره في التعامل مع السفن العملاقه. ومن الجدير بالذكر ان ايرادات قناه السويس التي يتم تحويلها الى الخزانه العامه بلغت الاعلى في تاريخها هذا العام. من الاخبار الاقتصاديه ايضا معانا تقارير وزارة المالية بتؤكد أن الإيرادات العامة للدولة سواء إيرادات من تحصيلات الضرائب أو إيرادات غير ضريبية زادت في العشر شهور الأولى للعام المالي الحالي مقارنة بالعشر شهور الأولى من العام المادي العام المالي المنصرم أو الماضي، وده نتيجة للسياسات اللي هي بتتخذها الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. ومعنا خبر تاني؟ خلاص كده؟ طب احنا ان شاء الله في انتظار المكالمه الهاتفيه مع استاذ مهندس عمرو حجازي رئيس تحرير الشارع الجديد وبوابه الشارع الجديد للاخبار، وهيكلمنا في المداخله التليفونيه عن مشروع بيقدم لمجلس الشعب بخصوص الايجارات القديمه لغير السكن، وهو يعني عايزين الدوله تنصف المالك والمستاجر مش تنصف المستاجر بس، لان الاكثر تضررا هو المالك اللي عنده ناس إيجار قديم في شقق سكنية وليس في عيادات أو محلات أو ما شابه، لأن أحيانا بيكون المالك بيعيش في حالة من الفقر أكثر من المستأجر، بيبقى مستأجر عنده شقة في وسط البلد ب 2 3 جنيه مش عايز يسيبها، وهو عنده أصلا وحدة عقار خاص بيه أو ملكه في تجمع في أكتوبر بيساوي ملايين، وكان في بعض المشايخ أفتوا بأن في الحالة دي في إثم على المستأجر اللي مش راضي يسيب العقار او العين اللي هي ب 2 3 جنيه في حين ان هو معاه ملايين وقادر يجيب عقارات تانية، وبيكون في الحاله دي المالك للعقار مش مستفيد منه ومش قادر، يعني بيعيش حاله من الفقر وهو مش قادر يستفيد الاستفاده الحقيقيه من العقار بتاعه او الملك بتاعه. فمن الناشد الدوله ان شاء الله باذن الله انها تنصف المالك والمستأجر معا. وفي انتظار دكتور باشمهندس عمرو حجازي رئيس تحرير الشارع الجديد يخش معانا في المداخله التليفونيه، والحين الانتظار ان شاء الله. كنت عايز اسال، تمام باشمهندس عمرو معانا؟ الو. ايوه يا فندم، ازاي حضرتك؟ تشرفت بيك يا فندم. اهلا بيك، تسلم تسلم، منور لمه الاسبوع. والموضوع حضرتك كان ليك اكتر من مداخله واكتر من مقال فيه من السنه اللي فاتت ومن قبلها كمان. انا اهلا بحضرتك، اهلا بيك. حضرتك تشرفني دلوقتي تقولي ايه الجديد في المشروع القانون اللي هيقدم دلوقتي.
مشروع القانون المقدم حاليا من اللي كانت تقدمت به الحكومه لمجلس النواب، وده كان خاص بالشخصيات الاعتباريه، وتم اضافه الجزء الخاص بالجزء التجاري الطبيعي بناء على توصيات قالتها محكمة مجلس الدولة. تمام. ألو؟ كنا عايزين نسأل حضرتك، هو ليه مركزين قوي في الغير السكني؟ وليه ملف السكني يعني ممنوع الاقتراب منه؟ والله يا فندم، هو اللي بيعملوه حاليا طبقا اعتقد ان السكن هيجي في الطريق طبيعي. يعني الحقيقه ان حكم المحكمه اللي صدر يوم 5 مايو 2018 في الحيثيات اللي جاءت في الحكم اتحدثت على بعض الحريات الطبيعيه اللي موجوده في الدستور، اللي هي خاصه سواء كان هذا المؤجر مؤجر لشخصية طبيعية أو مؤجر اعتبارية. لشخصية اعتبارية. فأعتقد إن حيثيات الحكم ذات نفسه هي نفذت كامل قانون الإدارات القديمة. وأعتقد إن هو جاي في الطريق. يعني ده جزء إصلاحي مهم من يعني إن هو يصاب. لكن لغاية دلوقتي هو لما نيجي على 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 منطوق حكم الدستوريه اللي هو بناء عليه صدر ارسلت الحكومه مشروع القانون بتاعها للبرلمان، الحقيقه هو لن يطال اكثر من الجزء الاعتباري. كويس، جاءت بعض التوصيات من مجلس الدوله لاضافه الجزء اللي هو التجاري الطبيعي، وده كان علشان يعني يبقى فيه ما يبقاش فيها شبهة دستورية، شبهة عدم دستورية. تمام. كنت تمام. تمام مع حضرتك. الحقيقة طبعا انا مش مستوى القانون، فده طبعا على قد فهمي يعني كمدار ومتابع للقضيه. ما في مدارين كتير، انا عايز اقول لحضرتك تقريبا نص الشعب المصري مدار من الايجارات القديمه، وبالذات السكن، مش اللي هو الغير سكني. الضرر الاكبر من السكن. نسبه الملاك فعلا بقت عاليه جدا يا فندم، اللي هم طالوا متضرر في هذا الموضوع. واعتقد ان في دلوقتي في زي رابطه او اللي هم بيجمعوا بعض اللي هم الملاك المتضررين من الموضوع ده. في مجموعه، في جمعيه وفي مجموعه ربطات وكده اهوت. والحقيقه احنا ككل كملاك طبيعي مترابطين كلنا مع بعضينا في ضد بقاء هذا القانون. تمام، وان شاء الله باذن الله في انتظار ان هو القانون هيتعرض من يوم 22 ل 24 الشهر الجاري، ونشوف النتيجه ايه. ان هو هينزل جلسه عامه يوم 22 تقريبا الشهر. تمام، انا اتمنى ان شاء الله ان يكون في تقدم في الموضوع، ويكون في خطوه لاصلاح الايجارات القديمه فيما يخص السكني. وشكرا لحضرتك، وان شاء الله شرفنا في الاستوديو في مره ثانيه، ونكون الحوار باذن الله يعني تخطينا موضوع مشروع، ويكون في قانون جديد ونقدر نتكلم على اساسه باذن الله. ان شاء الله هيكون معانا بعد قليل دكتوره نور الشرقاوي، خبير الاقتصاد وعضو اللجنه العلميه الاقتصاديه المنتدى الافريقي، وهتكلمنا عن مكافحه الفساد، المنتدى الافريقي الاول لمكافحه الفساد حاليا في مصر، وهتكلمنا عن اقتصادات الناشئه، وكان ليها مقر رائع في الفتره الاخيره عن اقتصادات الناشئه. وفاصل ونواصل ان شاء الله.